عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول للرسول: يا رسول الله، انت تكذب، من اهتدى نحن نحاسبه على هدايته ونعطيه الثواب والاجر، ومن ضل ولم يقبل الهدايه فانما نحن نعطيه الجزاء من العقاب والعذاب. مو تكليفك هذا يهتدي او لا يهتدي، تكليفك ان تبلغ، فانما عليك البلاغ. انت قل شفت انسان ما يصلي قل، ما يصوم قل، ما يبغي حجاب قل له، لا يخمر قل له، يرابي قل له، يسمع او ما يسمع، هذا مو تكليفك. اذا سمع يروح للجنه، إذا لم يسمع يروح للنار. غسال أموات يأتوا له بالميت، هو يغسل يروح الجنة والنار؟ لا، يغسل. إنه صلي على الميت، أنا يودوني بالمغتسل، تعال صلي على هذا الميت، أنا يغسل يروح الجنة والنار؟ هذا تكليف أنا صحيح على هذا الميت. وكذلك الطبيب تكليفه أن يعطي الدواء، يسمع المريض أو ما يسمع، ما تكليف الطبيب. مجمع نفسه روح تقول له عمي هذا اليوم نشوف شو لازم، يقول هل حبابي هل أوضاع هل تعبير صح. هو تكليفه أنه يستعمل ولا يستعمل. المدرس تكليفه أن يدرس في الصف، لكن هل هو تكليفه أن تنجح أو ترسل أنت التلميذ؟ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. كل انسان يقول، بس واحد من الاصدقاء يقول لك مره رحت الى لندن، يقول نفس الليل كان 19 بالليل كذا، شفت اروح لندن، يقول في لندن شفت فرد واحد يخطب كنيسه خطابه قويه بالخطاب، لان اكو خطابه مختلفه، احيانا الانسان يخطب خطابه عاديه، أحيانا يخطب بحماس. يقول رحت جميل أن يقرأ، يقول رحت أشوف هذا الخطيب في أي كنيسة وين يقرأ، يقول رحت شفت هذا الخطاب من كنيسة، دخلت الكنيسة شفت الخطيب المحترم واقف وراء المنصة وشو يخطب مثل ما 10,000 إنسان تحت المنبر، بينما ولا واحد تحت المنبر. يقول بعد وخطب كأنه يخطب للملائكة أو للأجنة أو للأرواح، ما هو كل أحد موجود، وإنما وقته يخطب. يقول بعد اللي خلص الخطابة رحت سلمت عليه، قلت له عمي هذا الخطابة شيء ناس مسلمين سمعوا، ما هو أشد مسلم أبدا. قال شيئان، الشيء الأول أنا مكلف من الساعة 11 إلى الثانية 10 نخطب وآخذ قباله فلوس. فإذا أحد قام أو موقع جمع أو وزمه أو شغل، أنا وعدت التكليف إنسان سمع أو لم يسمع، استفاد أو لم يستفد، لا يحصل هذا. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الآن أنت مو عاد بيجي أنت، ولعل كلامي أثر فيك وكفى، فإنما عليك البلاغ. هذه طريقة معقولة أيضا، وطريقة إسلامية فقط، طريقة معقولة أن تتبلغ. قل الواحد في فرنسا يقول أنا نفس الليل أردت الانتحار، كتاب كاتبها يقول أردت الانتحار، بعدين فكرت أطلع رأيت أنا
أطلع الجولة إلى سنتاريا أو كذا وأستمتع الحياة، ثم أدخل إلى الكنيسة ثم أدخل إلى بيتي وأنتحر. يقول في هذا الأثناء اللي تجولت بالشارع شفت الكنيسة مفتوحة، يقول رأيت الكنيسة مفتوحة أبواب، فدخلت الكنيسة. دخلت الكنيسة شفت عجوز جالسة هناك كأنه مستقبل الكنيسة، لأن في بعض بلاد العالم الكنائس يخلوها مفتوحة إلى الصباح، ليل نهار منفتحة، ومثل مساجد ساعة بعد أول الليل يغلقون. وإنما الكنيسة في بعض الأمانات مفتوحة ليل نهار. يقول أنا اللي أردت الانتحار دخلت الكنيسة، أستودع الحياة ثم أنسى. دخلت الكنيسة، شفت حياتي في الكنيسة لكن هي أخاف مو يا زلمة. وقال العجوز من قصة الغاهبات في عدنا قدم السلم العجيب نقول جلاله ثم سألت أحوالي. هي المرأة أخذت تمدح المسيح وتمدح الحياة وتمدح الإنسان. يعني عبد الحرب اسمه واحد، يعني اسم الواعظ الواعظ الواعظ. يقول كلام هذه المرأة أكثر فيه فرغاتي وجعل الانتحار وننتحر، وشعرت بأن الله أنقذني، لأني لو كنت منتحر أنا لمشاكل في ذلك اليوم لم أتمتع بالحياة. نصف الليل عجوز جالسة في كنيسة لعل إنسانا يمر وتنفعه. وأنت أكثر المسلمين اليوم يقولون ما ينفع، فإنما عليك البلاغ وعلينا الخطاب. فمن الضروري تحقيق ونحن أعمارنا كلنا تذهب هباء منثورا. كلنا أعمارنا تذهب هباء منثورا، من المهندس إلى المحامي إلى ما أشبه، لأن لا نبلغ. وكل لحظة الإنسان لم يبلغ فعمره هجر. أقول عبد صديق في كربلاء محمد حسين العزيز، هو دخل إلى الصفر الإسلامي، هذا مدير مدرسة، مدرسة الحسين الابتدائية، هو مدير المدرسة في كربلاء، وعنده مؤلفات ما يقارب 40 مؤلفة، ومعلم مدير يعني مدير مدرسة ومؤلف أيضا وفاضل. هو دخل إلى الصفر، يقول ذات يوم أنا في بغداد، هو كربلائي، يقول ذات يوم هذا الكلام كلها يعني نبني حياتنا على هذا اللون من العمل. الكلام كان في أن الإنسان يجب علي أن ينتهز كل لحظة في سبيل التبليغ، فإن الله يقول فإنما عليك البلاغ في خصك يزيد أو بيتي وعلينا الحساب. محمد حسين العزيز يوم من الحميد أن يعرف هو يغني كربلاء، هو عن مدير مدرسة الحسين الابتدائية ورجل فاضل كما قلنا وما يقارب 40 تعليم عشر. يكون فرد يوم أنا رحت إلى بغداد عندي شغل في بغداد. من الصدى بعد الظهر بعد دوام المستشفيات انجرحت إصبعي الصغيرة. السيارة ما أدري شو انجرحت. يقول لما انجرحت إصبعي رحنا إلى دكتور عيادة، كنت خارج الدوام العيادة مغلقة. رحنا إلى عيادة ثانية، جبنا العيادة مغلقة، اسمعوا بس قصة. رحنا إلى عيادة ثالثة، العيادة مغلقة. رحنا إلى مستشفى مغلق، رايحين. إلى مستشفى ثاني رايحين، ويكون يستحي وايد أدب. فرد واحد صديق وياي قال لي مثلوا على مستشفى الراهبات في بغداد، مال والذي يجب أن يتعلم منهم المسلمون لما لم يتعلموا عن الله وعن رسوله وعن القرآن. يقول هم يمكن ذلك. يقول لحد لا مستشفى الراهبات في بغداد، ما تشفى الرهبان على كل مسجد المسيحي، لأن الرهبان راهبات ما أدري أنه الرهبان راهبات السيدة عرفت الله. يقول لحد لا ذاك المستشفى، ذاك المستشفى شفتيه الطبيب قاعد ومثل الكويت أنا أتصور الكويت كبر أكو ليل نهار، لكن الوقت ما أبغى أشتغل في العراق إذا ما أبي أكو ما أبغى إذا ما أبي الكويت العراق كبر أكو ليل نهار، لكن الوقت في العراق ما كان هذا الشيء وأنا أذكر هذا الشيء اللي ما كان. يقول رحت إلى المستشفى شفت
مدير المستشفى أو الطبيب الخاص بها راح تسلم العملية للمعاش عليه سهولة السعر كل شهر مضمون أنا هذه القائمة بعد اللي أتاك أنا تشكرت منه وقلت له قصتي أنه بعد الدوام جرح الأسفل وإلى حجر وما أشبه فذهبنا إلى بعض المستشفيات وبعض العيادات الطبية ومن هاي بغداد ما أدري يا مكان أكو يا مكان ما أكو وطرت صديق أرشدني إلى مستشفاكم فجيت وإني شاكر لك ومن حسن الخلفاء أنت موجود كان الواقع أنا خصيصا أبعد إلى هذا صوروا هذا الشيء قلت أعطيه بابا وهو يريد يطلع وهو عدد 399 من المسلمين مو مهم عنده حوائج الناس يقول أنا خصيصا أبعد أنا خارج دوام أنا دوامي خلص هو يقول أنا دوامي مع دوام الناس لكن أنا خصيصا أبعد كعمل إنساني حتى أنه اسم العصر يلتحقون يعني أنا هالمدة ساعتين مثلاً زايد أقعد عن الدوام حتى اسم العصر يلتحقون لعله أكو مريض فيأتي وقال في الأدب تعال قبل الدوام حتى أشوف أحسن الفنان شو ما يقول غدا رحت بعد ما الدوام بعد العصر اسمعوا إحنا المسلمين نروح إلى مستشفيات وغير مستشفيات يقول قبل الدوام رحت هذا مدير المستشفى هو هذا الخطيب هو مدير المستشفى وقت هذا جامع كل الأطباء والطبيبات دكتورات والمسترات كل المربوطين بالمستشفى جامع قبل الدوام مثل الساعة وفتح الإنجيل في حلقة مستديرة واقفين كلهم ويقرأ عليهم آيات من الإنجيل مستشفى ومسجد ومدرسة وأخذ يورج يتأخذ ومتقدميون يسوون هالشيء احنا من جاء إلى مساجدنا يسمى تأخذ يقول اقرأ عليهم الإنجيل قرأ عليهم آيات من الإنجيل أولا الكتاب المقدس عندهم على روح داي مستشفانا يستطرد واحد يقرأ القرآن يضحكون عليه يقول قرأ آيات من الإنجيل بعد اللي قرأ آيات من الإنجيل توجه إليه وقال لهم إنا نعمل لأجل الله مدير يقول لهم برنامج يومي له إنا نعمل لأجل الله وثوابنا من الله والأجور التي تتقاضونها شيء رمزي مو إقبال عملكم وعلى هذا فنحن يجب أن نعمل عملاً إنسانياً وعملاً وظيفياً روتينياً محمد حسين هديد يقول عزام في مشاهد قوة وأنا هو مدير أنا البارحة رحت إلى غرفة 22 مثلاً وشفت أن هذا المريض بالهواء شتاء وقسم من الفرد ستار متوحر وشوي صاير غرفة باردة ثم توجه إليهم وقال هل من الصحيح هذا العمل؟ أن شوي الفرد متوحر الله قال إذا المريض ما يقول شيء لكن الله ما يشوف فلماذا هذا الشيء؟ قال أنا في المذكرة ليلة البارحة وهذا مو عمل صحيح ولذا أني أنصح إخواني أن لا يجعلوا عملهم إزاء المال وإنما يجعلوا عملهم لله ويعلموا أن الله هو الذي يطلع عليهم ويثيبهم قال أم خطر فيهم هذه الكلمة ثم قد ادخلوا غرفكم على اسم الله محمد حسين عليه يقول أنا المدرس والمشرف على مدرسة الحسين الابتدائية في كربلاء في الحقيقة انبهرت من هذا الرجل وانبهرت من هذا الأسلوب مستشفى لكن فيها إنجيل فيها واعظ فيها هم نوع من الشيء يوميا برنامج اليوم شايف المستشفى عندنا واعظ من الجزء شايف درس قانون من عندنا شايف درس مدرسة من عندنا احنا وقت اللي كنا طلبة
احنا اللي طبيعه الحال كنا طلبات الكتابين وطلبه المدارس الابتدائيه والاعداديه. انا اذكر يومي وقت اللي كنا نذهب الى المدرسه ويقين السيد الحاكم من القران. اول صبح ما كنا نحضر كان استاذنا الشيخ علي اكبر اللي يطولنا هو هم يسويني استطاع يسويني استطاع فنقرا اول ما نقرا اصول الدين. وفي شعر جميل فارس لطبيعه الحال عالمه قادره حيز مريد مدرك فقد لا ام قديم ازلي متكلم صادق نمر كب والله يسلم مركب نمر كب ود جيس نمر في نمحل في شريكه معانيه غليظ خادم هو متعادل. بعدين كم يفرض الدين عشرة الاول صلاه ثاني الصوم الى الاخير تبع نزل الائمه 12 الاول الامام امير المؤمنين الى الاخير. وبعد ذلك كنا ندعو اللهم انصر المسلمين فرد واحد كان يدعو امين كل احد الانصار اللهم انصر جيوش المسلمين امين اللهم اغفر كل فقير امين فرد ربع ساعه الصفاح الشكل ارتباط بالله بتوحيد الله واصول الدين في البلاد الاسلاميه بالاجتماع اللهم اعط كل فقير على شنو؟ على رؤوس الاجتماع اللهم اغفر كل فقير اللهم اشبع كل جائع. يعني يجب ان تكون انت المسلم هكذا هكذا كانوا يربون سابقا في مدارسنا نفس ما تركناه واخذه المسيحيون. وانا اتمكن ان اجزم ان الطلاب الذين رافقتهم في ذاك الكتاب الشيخ علي اكبر الله يرحمه ويقارب منه واحد كنا واحد ما اعرف هذول الان الذين اعرفهم كلهم اخيار الذين اعرفهم كلهم اخيار الكاتب منهم خير والطالب العلم الديني منهم خير والخطيب منهم خير والذي صار مهندس خير والذي صار تاجر خير والذي صار سبيل خير كلهم اخيار لانه عليك الغناء قليل اللذه ومن صغر بذروا فينا هذه القلوب. احنا في الحقيقه يجب ان نكون هكذا انت تاجر حتى كنت تاجر كل غيره هذا ما يخالف فالفرصه للمره كانت اقول ما في هنا ما في المسجد ما في المدرسه فالتاج الكبير من تجار ايران هو نخليها بالفرصه يقول في حرب اسرائيل مع العرب ومع المسلمين على الاصح في 67 قصه مشهوره يقول انا رحت الى طهران كيف هو تاريخ طهران يقول رحت اشتري بضاعة قماش من السوق فالتاجر مهم كان صاحب المحل لانه كان كلش كبير وبضايع كلش زايده وما اشبه فذهبت اشتري منه بضاعة يقول باع للبضاعة بضاعة بالجملة بالعربي يقول على انه ما اشتريت منه البضاعة بعد اللي اشتريت بضاعة جاب طرف وفيه من وراء الشكل قد تخلعها قد تفرع تاجر تاجر أكبر كبير في سوق طهران طلع وارد هذا اشتري منه بضاعة بالجملة طلع طرف قوطية قدامي خلاه قال تفرع قلت له ماذا اتفرع؟ قال لي اسرائيل ايه؟ قلت له يهودي قال شو كنت يهود وغيره مش هذول يهود المساكين في اسرائيل تحت حرس هم في جيش من الاعداء وكلهم وهذا عمل اسرائيل يقول انا دبيت القماش ما نقلت وانا كنت ادري انك يهود انا ما كنت اشتري منه قال من كنت تطلع على الدرع صوروا هذا الشيء من عقلك صوروا لماذا هم متقدمون ونحن متاخرون تاجر كبير في سوق في بلاد اسلاميه حارب بين المسلمين وبين الكفار الاسرائيليين اليهود مع ذلك يقدم قوطية برع تصور هذا في الحقيقه اهم شيء يتصور ويعلم هو هذا مسلم وهو عدو الاسلام وعدو الاسلام هم هشام فانما عليهم بلاغ وعليهم حساب امسكوا انت تبرع صدقوا هذول الجالسين هنا نحن عندنا في الكويت 30 حسينيه عددها هذا من حسينيه العشيش الى اكبر حسينيه الموجوده لو في كل مره
كل نجمع في شهر محرم من هالحسينيات فلوس، حتى كل حسينية بالمعدل كانت تعطي 5000 دينار في شهر محرم مثلا. حسينية تعطي 100 دينار، حسينية تعطي 1000 دينار، حسينية تعطي 5000، حسينية تعطي 20000، نجمعها تقول لك الواحد 5000 معدل. بس 100 حسينية في 5000 مليون ونص. مليون ونص كنت مخليه بالاستربع تجارة. في السنة ما لا يقل من الثلث كان يعطي ريال. ثلث يعني شكثر؟ في السنة يعني نصف. يصير مليون يعني شهر شكثر؟ فلوس بلاش عندنا 40000. 40000 دينار كان يصير بها مسجد، مدرسة، حسينية، مكتبة، تبليغ، ألف شيء. لكن احنا نفكر في هذه الأشياء؟ لهذا احنا نتأخر يوما على يوم وهم يتقدمون يوما بعد يوم. كل سنة مليون ونص، 20 سنة في مليون ونص، 30 مليون، 30 مليون بالسنة ربحها الثلث 10 ملايين، بالشهر ما يقارب المليون فلوس بلاش كان عليهم. لا إسرائيل، لا اليهود، لا الشيوعيون، لا المسيحيون، بدون هم يستثمرون لا أقل من ذلك. يعني عندك حبة هم يعرفون كيف يزرعونها ويأخذون من الحبة 700 حبة. نقول أحسن من الله. هذا أسلوبنا. وما اتخذوه. المؤرخون يذكرون في قوله سبحانه وتعالى بالآية الكريمة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. يقولون في تفسير هذه الآية الكريمة أن رسول الله لما كان يريد الحرب كان يدفع تبرعات من المسلمين، حتى أن مسلما جاء إلى رسول الله بصاع من تمر، الرسول قبله ودعا له. جماعة قالوا قاعدين لمزول. ومنهم من يلمزك في الصدقات، جدول صاع جدول قبل تسكين والتمر، هذا من حرف كثير، هذا ما عنده عقل زي هذا، هذا عنده قدرته، هذا عنده تسكين والتمر قدرته، وواحد 100000 من قدرته، حرف كان هذا أسلوب رسول الله، لكن احنا أسلوب تركنا، والغربيون والشرقيون والمسيحيون واليهوديون والشيوعيون اتخذوا أسلوبه، نحن في الحاجة الحقيقة نحتاج إلى فإنما عليك السلام. نحتاج إلى تلاوة، التبليغ مو باللسان، تبليغ باللسان، تبليغ بالكتاب، تبليغ بالكتابة، تبليغ بالأرواح، تبليغ بالمشهور، في ألف شيء أكو تبليغ، وألف شيء، إذا صنعنا هذا الصنيع نتقدم، أما إذا لم نصنع هذا الصنيع نتأخر، كما تأخرني؟ يا رجل، اليوم إن شاء الله نقول قصته مفصلة على الوقت العين الأول. جاء رجل إلى رسول الله وهو كافر، فرد رجل فرد يوم أقول لك أقول لك قصة مفصلة، من سفر الجزء من القصة. الواحد يرى رسول الله، هذا الإنسان كافر رسول الله، هو من جرس. هذا الكافر في نفسه، فرد يوم صارت أرجع عن دين المسلمين. هذا عن فلان كافر، فلان كافر، وهو كافر والرسول مسلم، وهو من زعماء الكفار. ورسول الله غير الإسلام. شوفوا، صوروا هالقصة السرية. وشنو إذا من دلالة معنى كبير؟ قال يا محمد تعالى عني على شرط أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شنو على خطيئة؟ عن كيف شو اللي غلط؟ يقول له شرط خير قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما قلته أثر على الرسول نفع على الخبز ميلاحة ليحتاج إلى دعوة الرسول قال له هذا الشكل لا إله إلا الله محمد رسول الله على عزيمة الرسول شرف آتي إلى بيتك على شكل على عزيمة ورد الحجي وهذا الحجي وفلان صديق وفلان صديق وروح لا بأس وغناء مفتوح على السماء تلفزيون خليل ومشاطة وقفلة وكذا جاهل هذا الشيء فريق مدر في حياتك شوف ايش قدر تتقدم في الاجتماع وتقدم الإنسان إذا كان يستغل كل كلمة وحركة وسكون وعمل في سبيل التبليغ كلما نتقدم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى